هلا بالعموم انا طبعا بكل تاكيد انه ضد العوده بهاي الطريقه المنافيه للوعود التركيه اللي كانت توعدها للسوريين طوال السنوات العشر الماضيه. يعني دائما تركيا تتبجح بالعبارات، سواء الوزراء بتركيا او المسؤولين او صناع القرار بتركيا يتبجحوا بكلمه نحن نحتوي مثلا 4 مليون سوري على ارض تركيا، نحن بحماية، نحن نحمي السوريين، نحن ندافع من أجل السوريين. ولكن الغريب اللي انطلق آخر مرة أو من الفترة الأخيرة أنه بدهم يرجعوا السوريين لمكان هم أصلا رافضين يرجعون له، واحد اثنين بدهم يرجعون له لمكان مو أرضهم ولا بيتهم ولا مكانهم. فمن غير المنطق بتجيب ابن حمص أو ابن دمشق وتجي بتسكنه بكتلة سكنية بالية وتجبره على انه يعيش بمنطقه مو منطقته وبمكان هو مو راغب فيه اصلا. طالما انت فتحت صدره اللاجئين يجب عليك ان تتحمل هاي المسؤوليه. طالما انت عم يعني اخذ على نفسك او على عاتقك مسؤوليه حمايه اللاجئين وعم تكون صاحب قرار للسوريين بنقاشات مع روسيا او مع باقي الدول، فيجب ان تكون على قدر من هاي المسؤوليه.